عام اخر يحرم خلاله العراقيون من امسياتهم الرمضانيه في المقاهي البغداديه اذ غيبت ظروف الحظر الجزئي عقب الافطار الاجواء المفرحه التي كانت تشهدها المقاهي على ضفتي نهر تشله والله هي بالحقيقة يعني واحد يشعر بالأسى يعني لأنه تعرف أحلى شيء هي أمسيات رمضان يعني العالم تنتظرها كل سنة يعني بعد الأفطار الناس تجتمع تروح في مقاهي تقعد يصير أكو فدويد محبة تآلف اجتماعي أكثر للأسف هذا موضوع الحظر والكورونا مؤلم يعني بصراحة غياب الامسيات الرمضانيه كبد اصحاب المقاهي والمطاعم خسائر فادحه دفعت العديد من احياء بغداد الى الخروج باحتجاجات ليليه للمطالبه بتقليص ساعات الحظر الجزئي ليتمكنوا من مزاوله اعمالهم المطعم صارنا تقريبا بهاي السنتين وهذا الحظر بصوره خاصه كلفنا خساره بالمطبخ اكثر شيء ثلاث طعام كلفنا مصاريف عمال، بعض المصاريف، يلعبوا يعني بعض العمال قطع ارزاقهم، لان صار عندنا تقليص بالكادر. ابو المطعم ما يقدر يصرف عليهم كلهم. واضافه لهاي اسم المطعم انكسر. يأمل رواد المقاهي وعشاق الامسيات الرمضانية أن يكون العام الحالي عامًا لنهاية الإجراءات الصحية، وتعود بغداد إلى أماسيها الجميلة. للمقهى ارتباط وثيق بالامسيه الرمضانيه ومع اغلاق المقاهي كاجراء صحي عقب الافطار تغيب نكهه رمضانيه مسائيه فريده بالنسبه للعديد من البغداديين حيدر سكاي نيوز عربيه بغداد